يوصون العلماء، وهذه هديتي لكم الليلة. إذا عندك حاجة قوية لذرية لبيت لأي أمر لدين قضاء دين تروح، إذا تريد حاجتك بالأيام تقضى بالأيام، ما تمر عليها شهور ولا سنين، بس حاجة تكون لله فيها رضا، مو أي حاجة، معصية لا مصير، حاجة طاعة تقصد من بيتك، تقصد زيارة الرضا سلام الله عليه بالنيابة عن أبيه موسى بن جعفر، هاي مجربة مولاي، جربوها كثير من الناس، تقصد تروح تزور الرضا مو عنك، نيابة عن أبوه، نيابة عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. شلون شروطها؟ شروطها أن من تروح زيارة أول ما تنزل من الطائرة ما تروح إلى الفندق، ما تروح للاستراحة، ما تروح للغسل، لا أنت نازل أعطي أمورك لمن معك، أنت من تنزل أقصد حرم الرضا، زورة أقرأ الزيارة، صلي ركعتين زيارة، نيابة هاي الزيارة قول اللهم نيابة عن إمامي موسى بن جعفر، نيابة عن أبو الرضا، واطلب حاجتك تقضى خلال أيام، إذا ما تقضى خلال ساعات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وأقول لك عن تجربة، هاي مجربة، تزور الإمام رضا نيابة عن أبوه تنقضي حاجتك، بس هاي شروطها أن ما ترتاح من أول ما تنزل تروح له، وانت على أمرك وهيئتك وتعبك، والأجر على قدر المشقة، كل ما مشقتك زايدة الأجر يصعد ويزيد. الإمام الرضا سلام الله عليه كراماته كثيرة حتى مع المأمون، كم مرة المأمون أراد قتله، كم مرة بعث ناس يقتلونه، وقعدوا الصبح وشافوا الإمام سالما ما عليه أي ضرر، ويقسمون للمأمون أن قطعناه بالسيوف احنا بيدين، وصارت كرامات أمام المأمون أيضا، فكراماته كثيرة وإلى اليوم كراماته كثيرة سلام الله عليه. حتى الإمام الرضا سلام الله عليه إخواني مغيث الشيعة والزوار، يعني الشيعة الشيعة شيعتهم، والزوار يعني الزوار حتى غير الشيعة غير الشيعة، لذلك الإمام الرضا حتى من غير الشيعة أعطاهم مرادهم، أعطاهم حوائجهم، غير شيعة مولاي، أنا أعرف شخص هنا بالكويت سولفوا لي عنه غير شيعي مولاي، وقالوا له روح للإمام الرضا وشوفه ما يردك، وراح وما رد يا مولاي، ما يرد. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ، هاي يكون عندك اعتقاد فيها، هاي حقيقية، هذه ما يخيب اللي يتمسك بيهم ويأمن اللي يلجأ لهم صلوات الله عليهم. قبل سنين رحنا مع عدة من الشبان إلى مشهد، خرجنا من قوم في القطار وصلنا إلى مشهد المقدسة، صارت كرامة عندنا انشهرت يعني في مشهد، احنا كنا هناك ما شفناها احنا بس سمعناها انشهرت خلال أيامنا اللي كنا موجودين، صارت هالكرامة، كرامة صارت ان تلميذ طلبة يدرس في ألمانيا في الجامعة الألمانية، صديق هذا الألماني الإيراني، الألماني زوجته فيها سرطان بالدم، الله يجيرنا ويجيركم، مرض السرطان بالدم، وتدري هذا من الأمراض الخطيرة يعني الخطيرة، العلم الحديث على ما وصل ويقول توصلنا، أكو أمراض إلى الآن ما توصلوا لعلاجها، مع أن النبي يقول لكل داء دواء، ولكن بعدهم عن الله ما يوصلون. مولاي صديقة أراد يسافر الإيراني المشهدي من أهل خراسان، قال له أنا بروح خراسان بس أنا أدليك، أنت ما خليت فلوس، وديت زوجتك إلى أمريكا وإلى ما أدري وين مستشفيات عالمية، قالوا لها ما إلها علاج، هاي نخليها بس علاجها أن نعطيها المضادات وغيره وأجهزة وايرات وهذا، ونخليها بألمانيا ونخلوهم مستشفى. قال له أنا تعال وياي، تروح تقول مرضها حق واحد عندنا. قال له منو؟ قال له عندنا في مشهد، هذا يعتبر عندنا احنا من امهر الاطباء في العالم. قال له شنو اسم هذا الطبيب؟ قال له اسمه علي بن موسى الرضا، اللهم صل على محمد. قال له مو سامع انا بهذا الطبيب؟ قال له ما يخالف انت مو سامع فيه، لان احنا هذا مشهور عندنا وما نريد أحد يدري فيه، هذا مخلينا لنا بس،
لذلك مو مشهور. هو على باله طبيب الحين، طبيب كبير هذا موجود يعني بعالم الظاهر. اجا وياه قال له يلا انا ما خليت مكان ما رحت وديت زوجتي. اجيب زوجتي؟ قال له ما تقدر تجيبها. قال له اي ما اقدر، ما يخلونها بعد تطلع، هاي يصير على مسؤوليتي اخاف تموت بالطريق. هي من المانيا الى ايران. باول يوم خذا هذا صاحب المشهدي ودى هذا الالماني، قال له تعال توضى انت مثلي، توضى. هذا قال له شلون؟ قال له شويه، الحين هو مسيحي بس قال خلي يطهر شويه يعني، ولو الوضوء هو ما يدخل الواحد بالاسلام، ولا الغسل لازم ينوي دخول بالاسلام، يغسل غسل الاسلام. هذا ما يريد يسلم بعده مسيحي. قال له اسويك مسلم؟ يقول انا كم سنه هناك ويا ادرس احاول اقنعه، لان يهدي الله بك رجلا واحد خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. يقول ما ينهدي، اكو ناس سبحان الله ما ينهدون. انك لن تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول خليته يتوضا وطلعت وياه. يقول لما شاف الحرم قال هاي العياده مالت الدكتور اللي تقول لي عنه؟ قلت له. قال والله عياده كبيره عندها، وشاف الحرم تبين يفكر ان هاي العياده هو مات. قال له هذه عياده كبيره، هذا شنو من دكتور؟ قال له حلو جميل يعني البناء كانه مسج يعني مسجد، كان كذا قبه منارات. حرم الرضا اخواني، مقام الامام الرضا اكبر مقام من مقامات اهل البيت. كل قبور أهل البيت مو مثل بالكبر بالوسعة، مو مثل حرم علي بن موسى الرضا، يعني حقا سلطان بأبي وأمي، حقا السلطان علي بن موسى. يقول دخلته، يقول أنا ما حبيت هو مسيحي يدخل عند الضريح، قلت وقفه بالصحن. يقول إحنا المشهدية، هو يقول عن نفسه، يقول إحنا من نبي نطلب حاجة بس ندخل الباب، ندخل بيت الإمام، يعني أنت من تدخل باب الحرم بعد خلاص دخلت البيت. يقول نوقف أمام القبة الشريفة بالصحن الشريف، يقول نطالع القبة ونسأل الله حاجتنا، يقول تنقضي. يقول أنا هم قلت ما أدخله عند الضريح، أوقفه بالصحن مثل من. يقول وقفته بالصحن قلت له اقرأ ادعو. قال شو أقول؟ قلت له قول له اشفي زوجتي اللي بألمانيا. قال هو يسمع؟ قال إيه شوف كاميرات أكو. قال ها حاط تنصت أجهزة؟ قال له إيه حاط أجهزة، وما يدري بعد إمام إنه بدون أجهزة. قال لي يسمعني بين هالناس هالملايين قال لي يسمعك، ما عليك تبس قول له، قول له واطلب عدل، ترى هو يحب الا واحد يطلب من قلب. يقول هذا صار يتوسل مسيحي، المسيحي قلبه شوي أرق. نزلت دمعته وقعد يخاطبه. يقول سمعته يقول له انت طبيب وقالوا لي عنك، وانا زوجتي وديتها كل مكان بالعالم وما عندي غيرها، اريد تشفى وتشافيها، شنو تعلمني؟ أي دواء أعطيها؟ يقول بهالأثناء دمعت عينه. يقول أنا زرت صليت، قلت له يلا خروح. قال خلاص سمعني؟ قال سمعك خلاص خروح البيت. يقولوا إحنا قاعد نمشي رن تليفونه، شال التليفون أخو مرته بألمانيا. يقول له أنت وين؟ ارجع. قال له أنا بإيران. قال له خذ طيارة وارجع. قال له شنو ماتت زوجي؟ قال له وين ماتت؟ احتيت. قال له قامت قعدت شالت الوايرات كلها من جسمها والأجهزة، الأطباء كلهم إجوا وقالت أنا ما فيني شيء وجوعانة يبولي أكل، أنا يالي دخل علي رجل اسمه علي بن موسى الرضا ومسح علي والآن أنا معافية مشافية. اللهم صل على محمد مولاي. تشافت وزوجها تشيع وأسلم وتشيع، وهي هم أسلمت تشيعت وإجوا زيارة لمولاي الرضا سلام الله عليه. كرامات كثيرة بأبي وأمي، هذه لغير الموالين فكيف لأبنائه. مرات الضيف تهتم فيه أكثر من أولادك، يقولون الولد ما تحط له الصحون الزينة وكذا، بس من يجي لك ضيف تطلع الصحون والقلاصات الزينة، ليش ضيف؟ أي فإذا ما انقضت حاجتك بعد هو بمثابة أبوك يعني الإمام سلام الله عليه، اطلب منه. أهم شيء من تطلب من الأئمة، هذه علمونا الأئمة إياها، لا تدخل بجرأتك، لا تدخل بذنوبك، لا تدخل بمعاصيك، ادخل بكسرة قلبك وعين دامعة. إذا ينكسر قلبك وعينك دامعة وتطلب منهم أي إمام كان تعطى حاجتك، أما تدخل تطلب حاجتك لقلقة لسان وبكل تجرؤ، لا هذه ما قلوبهم مكسورة
فاللي دش عليهم وقلبه مكسور ما يردون يا مولاي ما يردون. أنا لست أطلب منك مولاي الرضا غير الرضا، أيخيب مهموم دعاك؟ لا والله ما يخيب. عندي ذنوب أثقل الظهر وفي قلبي سواد ليس يجلوه سواك. أولست من ضمن الغزال برأفة ضامن أهو الإمام الرضا ضامن الغزال. أولست من ضمن الغزال برأفة يوم استجارت يا ابن موسى في حماك؟ إن لم أكن لرضاك أهلا سيدي فبحق أختك فاطم هبني رضا. مولا جان تو آگاهی که من دل بر تو بستم، همیشه قلب پاکت را شکستم.